الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مالمها عيدها المسلمين إليه، وعيد الفطر المبارك، عيد الأضحى المبارك، حصور راعه، ومالمت جمعها وعيد أسبوعه. نبي صلى الله عليه وسلم مركي قوي مد مقالة المدينة وحي لهايين مالما عياران وأي فرحان أو عيدستان. نبي عليه الصلاة والسلام وحيري وحو إلهي إذن كوكو بدلي لبا مالموت وكغير بدل مالمهينا ويوم عيد الفطر المبارك هو حوي ومالين دتك مسلمين تأي قتين عبادة آد أوين وكم إذا رقني من أركان الإسلام. سيدو كلا عيد الأضحى المبارك دتك مسلمين تأي قتين قار كم إذا يعني رقني وين وكم إذا أركان الإسلام. لماذا سيعيدون المسلمين إليهن دتك مسلمين تأوح على جرب مركة إن أي آد أموجيان أو أي كفر حد إذا كغيب غاتان أيجا نسدو ذا يعرور تو ذا يليرو تو ذا إنما إكو ذا غيب غاتان. هذا بقى أنا و كغيب غاتان إنه فر حد عيد داسي ما أنت وحن جونا حبتان وروح لبعدين جزيرة وبدأ سئات كوين نضبط الأخيارة يا ماشي وهذا صعدة ودم أنتو سيدا دوكين مرك غاركوت المهوي عياران حافظي عيار بدنا كسرعته، لكن ماشان أضياشة كعيار أيمان، أنا فرحة ذل وما أنت عيدا، لكن ما نروح لا يهي، أضياشة كله حافظها الجو إن شاء الله تعالى إني برحلها قيمة بدني مادان وخذ ما شاذان وما المه عيدا فرحة ذل ذل موجود. النبي عليه الصلاة والسلام وحارك مسجد ويكو عيار أيان رج هو هاي عيار أيان يبدو رشوا. لكن مركا عايشة كشيء كان يسوي حلا ذا هاي كان صوص عليه جرك يسأل في الصلاة النبي كان عليه الصلاة والسلام جالس يسأل عيارتي حتى ما يروح جدًا كمان ما فرحة عيدة ذات المسلمين تليهن وإلا ما شاء الله قل فرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مركا إنا عيد كفر إحنا وعباده إن عيد الكفر عبادة الله سبحانه وإذا أيها وحي تهينا سد هذا عبادة إلهي اللي قلنا بانا سبحانه وتعالى ما يرى البقى جوكتان عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير.